ويا هلا، اتمنى لكم يوم جميل. غرز النهارده شبيهه شويه بغرزه الفار ولكن على اهدى. غرزه سهله جدا وبسيطه قوي، وهي كلها ماشيه على صفين صفين، هنعملهم بالتبادل. وهتكون معانا الغرزه زي ما انتم شايفين، ليها تضليعه بسيطه منقوشه بشكل هادي، شبيهه كده شويه بغرزه الفار ولكن على اهدى، وبدون طبعا التكتلات اللي بتكون موجوده في غرزه الفار. فيلا بينا نبدا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزه البيرل ستيتش او غرزه اللؤلؤه، اتمنى اكون بنطقها صح بالانجلش. غرزه جميله قوي وسهله جدا وماشيه على اعداد زوجيه اكتر حاجه، تقدري تعمليها بعدد فردي ولكن شويه هتلخبطك، فاعتمدي العدد الزوجي. فيلا بينا نبدا. اشتغلت 20 سلسله وخدت كل السلاسل على الابره من ظهر السلسله، وتقدروا تاخدوها من وش السلسله عادي، ولكن انا حابه الصف بتاعي يكون زي ما انتم شايفين كده متظبط ونضيف. بعدين هرتفع سلسله واسحب كل اتنين مع بعض، وصف البدايه في التونسي موجود في دروس تعليم التونسي، هتلاقوه في صندوق الوصف زي ما انتم شايفين. دلوقتي نشتغل غرزتنا. غرزتنا شويه قايمه على الغرزه البسيطه والغرز الخلفيه من الغرزه، هتشوفوا دلوقتي. هلف لفه على الابره وهدخل في اول سلسله وهسحب، تمام. بعدين اطلع من الاتنين سلسله اللي انا عملته، مره كمان افعل الابره وهدخل في طرف السلسله واسحب، بعدين اسحب الاتنين سلسله اللي انا عملته وهروح على ظهر السلسله اللي جنبها دي من ورا، تمام. طبعا هي مش بتكون بارزه قوي ولكن تقدري تاخديها بسهوله، مش هتكون صعبه معاكي، واسحب. بعدين لف على الابره ادي طرف السلسله واسحب واقفل الغرزه، بعدين طرف السلسله. بصوا لو دخلنا كده في نص السلسله كده من الخلف هنقدر ناخد طرف السلسله، بعدين اسحب واخلي معايا على الابره، بعدين لف على الابره لفه عاديه خالص وطرف السلسله واسحب، بعدين الاثنين اهم اللي انا سحبتهم من نفس السلسله، واحده لفه على الابره واحده من طرف السلسله نفسها، وبعدين اطلع من الاثنين مع بعض بالطريقه دي لنهايه الصف. مره باخد من ظهر السلسله بالطريقه دي، بصوا بدخل ازاي كده، بكون انا في نص السلسله فعليا، تمام. بعدين اسحب واخلي معايا على الابره، بلف لفه عاديه واروح على السلسله اللي بعدها. طبعا السلسله اللي انا اخدتها بتكون زي ما انتم شايفين غطسانه كده، اللي بعدها اهي اسحب واطلع من الاثنين مع بعض. نهايه الصف الغرزه اللي قبلها، طبعا غرزه خلفيه، تمام، اسحبها. وركزوا معايا بقى في المرحله دي، لو نهايه الصف معاكي هي الغرزه الخلفيه دي فمفيش لفه على الابره، هتاخدي نهايه الصف عادي زي ما احنا متعودين، وتسحبي ترتفع سلسلة وكل اتنين سلسلة مع بعض. زي ما قلنا غرزتنا قايمة على صفين صفين بالتبادل، وعلى اساس ده هنبتدي دلوقتي نعكس، يعني اللي فيها تكتل دي هي هشتغلها من الغرزة الخلفية، وانه بدخل كده في نص السلسلة من الخلف بتطلع معايا على طول الغرزة من ورا، بعدين بسحب واخلي معايا على الابره، واللي هي كانت غرزه خلفيه بخليها وتبقى غرزه منقوشه، تمام. وبالطريقه دي لنهايه الصف، اللي هي غرزه منقوشه طرف السلسله وهسحب، اللي هي غرزه كانت خلفية بقت دلوقتي منقوشة وطرف السلسلة من هنا، بعد ما لفيت لفة على الإبرة أسحب وأطلع من الاتنين غرزة، وهكذا لنهاية الصف. زي ما انتم شايفين بما ان الموضوع فيه تبادل، فنهاية الصف هنا الغرزة اللي قبلها هتكون طبعا غرزة منقوشة، فهلف لفة على الإبرة اخد طرف السلسلة وأسحب وأعمل الغرزة بتاعتي.
نهاية الصف هنا بقى المرة دي هتكون مختلفة عن الصف السابق، عشان كده قلت لكم احفظوا المرحلة السابقة في انه لما دايما ناخد من ورا هيكون مفيش لفة على الإبرة، لكن لما يكون فيه هنا كده آخر غرزة فيها تجميع كده زي ما انتم شايفين او غرزة كده منقوشة، فهلف لفة على الإبرة الأول وارجع آخد نهاية الصف واسحب. طبعا احنا متعودين على ان احنا نرتفع سلسلة في نهاية الصف، ولكن في الصف ده هسحب على طول الغرزة دي، تمام، اللي هي لفة على الإبرة ونهاية الصف، وبعدين كل اتنين سلسلة مع بعض. لو ملاحظين ما ارتفعناش سلسلة، وهي كده الغرزة بتاعتنا تكون خلصت فعليا. هعيد معاكم كمان صف او اتنين على اساس بس المعلومة تثبت، ولكن لو خلاص انتي قدرتي تتقنيها اقفلي الفيديو كملي مع نفسك. زي ما انتوا شايفين على طول الغرزة برزت والنقشة بتاعتها كده بدأت تكون واضحة، وهي من الغرز البسيطة ملهاش سمك مش بترول، فمميزة قوي في المواضيع دي وهتكون كمان سهلة. لفة على الإبرة طالما الغرزة الأولى داخلة لجوه كده معناها ان هي كانت خلفية في الصف السابق، هاخدها طرف السلسلة اسحب بيبقى معايا اتنين على الإبرة زي ما انتم شايفين كده، وبسحب واطلع من الاتنين دول، تمام. الغرزة اللي هي بعدها منقوشة طبعا هناخدها بالشكل الخلفي من ورا كده، هدخل زي ما انتم شايفين اسحب واطلع واخلي معايا على الابرة لفة، دي منقوشة يبقى لفة واطلع بعدها من الاتنين، طبعا دي غرزة عادية اهو. بعد كده طرف السلسلة كأني هعمل غرزة بسيطة، طبعا ممكن تسحبي كده ممكن تسحبي كده انتي وطريقتك، مش هتفرق خالص في الغرزة دي. بصوا غرزة الخلفية تمام، بدخل كده في نص السلسلة وانا من ورا بتطلع معايا على طول الغرزة، بعدين بسحب. تسحبي كده تسحبي بطريقة مختلفة برضو مش هتأثر، لف على الإبرة طرف السلسلة وبسحب واطلع من الاتنين، وده مهم ان انت تطلعي من الاتنين لان هو ده اللي بيكون لك الشكل اللي انت شايفاه حاليا. نهاية الصف طبعا غرزة خلفية فمفيش اي لفة على الابرة زي ما قلنا من قبل، بروح على طول اخد نهاية الصف، ومن الافضل دايما ان انت تاخدي الاتنين لوب دولة او الاتنين حلقة او الاتنين سلسلة زي ما تحبوا تسموها، بتاخديهم بالطريقة دي افضل لانه بتخلي الاطراف الشمال عندك زي اليمين، فبيكون شكل الغرزة حلو بالذات لو هتعملي كوفية ايس كاب اي حاجة فيها ملابس او حتى غرزة بس كده، بتكون الشكل نفسه منظم واحلى بكتير من ان انت تاخدي طرف سلسلة واحد. بعدين برتفع سلسلة في المرحلة دي، برضو برتفع سلسلة في المرحلة اللي بعدها مش برتفع سلاسل، وبسحب كل اتنين مع بعض صف كمان، وبعدين نقفل الغرزة. زي ما انتم شايفين البداية هنا منقوشة، يبقى ايوة ارجع كده واخد الغرزة من الخلف اسحب واخلي معايا على الابرة، لفة على الابرة طالما هي اللي بعدها عادية فانا هعملها منقوشة زي ما قلنا ان الغرز بالتبادل. طبعا الغرز دي مش مشهورة قوي في الكروشيه التونسي اللي انا بعلمها لكم في السلسلة دي، هنكمل باقي الغرز دي ان شاء الله فيما بعد، يعني مش خلاص كل يوم غرزة خلصت، لا هكمل لكم طبعا باقي سلسلة غرز الكروشيه التونسي، وطبعا دي مش هتكون ليها علاقة برمضان، دي ان شاء الله بعد رمضان برضو هنستكمل الغرز دي فيها، على اساس ان بطانيتنا هتكون بكل غرز الكروشيه التونسي المعروفة والغير معروفة برضو، فشوية هتكون شاملة غرز الكروشيه التونسي او اغلبها. مش عارفة شكلها بصراحة هيكون عامل ازاي، ولكن متحمسة جدا اشوف النتيجة زيكم بالظبط. بعدين طبعا دي سادة فانا هعملها منقوشة، لف على الابرة طرف السلسلة اسحب، شايفين الاتنين بطلع منهم، بعدين دي نهاية الصف، فطبعا لما بتكون هنا منقوشة بعمل ايه؟ ايوه بلف لف على الابرة وبعدين جوانب السلسلة اسحب، وطبعا بطلع من اتنين دول اللي لف على الابرة واللي جنبها، وبعدين بسحب كل اتنين مع بعض. مفيش فايدة في العصفورة دي بجد، يعني لازم لازم تعمل ازعاج، بتلخبط منها بجد، عايزين نسميها اسم.
طبعا زي ما انتم شايفين الغرزة طرية جدا منقوشة قوي، شكلها مميز بجد، شبه غرزة الفر ولكن بشكل اهدى شوية، وتصلح في الخريف وتصلح معنا في الشتاء على حسب نوعية الخيط والسمك بتاع الخيط هيفرق معاكي طبعا. هنقفل بطريقة الغرزة، فدي غرزة منقوشة، هلف لف على الابرة ادخل واسحب واطلع من الاثنين تمام، وبعدين بسحب بالطريقة دي. دي غرزة خلفية اخدها من الخلف اسحب تمام، بعدين برضو اطلع من الاثنين وهكذا. دي غرزة منقوشة تمام، وبعدين اطلع من الاثنين زي ما انتم شايفين. تقفيلة الغرزة بسيطة جدا وسهلة، يا اما لو حاسة ان الموضوع صعب بالنسبة لك ان انت تعملي تاني طريقة الغرزة عشان تسحبي، فانت ممكن تعملي كده منزلقة وتسحبي كل الغرز بالطريقة دي، ولكن زي ما انت شايفة على طول الغرزة البسيطة هنا برزت مش زي دي. وطبعا زي ما انتم شايفين غرزتنا شكلها حلو قوي، رخوة جدا، وكمان من الغرز المفرودة مفيهاش اي رول خالص، وكمان مفيهاش سمك، يعني هي مش سميكة. شايفين ده خيط هيمالايا سوبر لوكس، وده خيط قرطبة. طبعا تعرفين قرطبة قد ايه بيكون سميك، وبيكون شوية بيدي ضخامة لأي غرزة بنشتغلها، ولكن زي ما انتم شايفين مفروض جدا فيه، مفيهوش اي رول خالص، وفي الوقت نفسه الغرزة مش سميكة بالمرة. وكمان خروم الغرزة دي تكاد تكون يعني غير واضحة، فهي مقبولة قوي ونقدر نشتغلها بديل لغرزة الفرو. لو متعرفوش غرزة الفرو هي دي شكلها، روح على صندوق الوصف هتلاقوها من ضمن غرز الكروشيه التونسي المحطوطة في صندوق الوصف. زي ما انتم شايفين شكل الغرزة عاملة ازاي. طبعا ظهرها برضو شكله منقوش قوي وحلو، شبه غرزة الطحلب او الموس ستيتش. بصوا شكلها عامل ازاي من ورا، فهي حلوة سواء بقى من على الوش او من على الظهر، وكمان بسيطة وسهلة في شغلها. صفين صفين وبنبتدي نبدل. غرزة سهلة سواء للمبتدئين او للناس المحترفة، تقدروا تعملوا بيها كارديجان، كوفية، ايس كاب، بطانية، حتى تقدروا تعملوا بيها سجادة صغيرة، لان هي منقوشة وفي الوقت نفسه شكلها لذيذ كده وبسيط، فتقدري تشتغليها باي وضعية وباي شكل وهتطلع معاكي ملهاش حل. كده غرزتنا النهاردة تكون خلصت. غرزة البيرل ستيتش او غرزة اللؤلؤة، هي فعليا لؤلؤ، جميلة قوي ومميزة جدا وكمان سهلة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وبكرة غرزة جديدة. تابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وكمان في التيك توك، واعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة، باي.